اهلا بكل المشاهدين، اهلا بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا في هذه الامسيه. اولى فقراتنا هي فقره التوازن. احنا عشان نقدر نعيش حياتنا بصوره صحيحه بصوره سليمه، عشان ما نكون متضررين نفسيا او جسديا، لازم نكون متوازنين. احنا عشان نعرف هو شنو التوازن ونقدر نحققه في حياتنا ونحقق اهدافنا بسهوله وبيسر، سعيد جدا يكون معنا دكتور حافظ عمر العمري، دكتور وخبير تنميه بشريه ومدرب دولي. اهلا بك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا سعيد كل السعاده اكون معاكم في هذه القناه الرائعه، قناه النيل الازرق، ومرحب بكم. وان شاء الله الليله حيكون عندنا كلام رائع عن التوازن الانساني وكيف الانسان يقدر يتوازن في حياته حتى يحقق نجاحاته ويحقق اهدافه ويكون رائع ومتميز باذن الله تعالى. باذن الله، ونتمنى انه فقرتنا دي تكون متوازنه وتتسم بالاتزان ايضا. ان شاء الله. تحياتي لك دكتور، وبدايه خلينا نتعرف ونعرف الساده المشاهدين عن رباعيات التوازن الانساني. تفضل. طيب، الانسان ربنا لما خلقه يعني خلقه بصفات يمكن تكون فطريه، في صفات هو بيكتسبها، فلازم هو يعمل على التوازن في حياته. عندنا اربع حاجات اساسيه الانسان لازم يتوازن فيها. يعني اي خلل في واحده بيعمل ضغط على الثانيه، اللي هو التوازن بين شنو؟ التوازن بين الروح وروح الانسان، مهمه جدا جدا، لانه الانسان روحه دي اذا يعني حصل لها توازن واحسنت بتدي نتائج متميزه. فده التوازن الاول، يكون التوازن في الروح. ايضا التوازن في العقل، فكيف يعني، ونحن ان شاء الله في هذه الحلقه حنتكلم كيف يكون التوازن العقلي وكذا، والتوازن في العواطف، ويعني كيف يوزن عواطفه، واخيرا التوازن في الجسد. هذه الرباعيه بتخلي الانسان يكون متوازن، يقدر يعيش حياته، يقدر يحقق نتائجه، يحقق اهدافه، يكون مثمر. فاي خلل في واحده من ديل بياثر على الباقيات، فنحن ما بنركز على واحده دون الاخرى، انما نركز عليها بالتساوي حتى يحصل التوازن الكامل ان شاء الله. ان شاء الله. انت ذكرت توازن الروح والجسد والطاقة، احنا او العقل والعاطفة. العاطفة او العقل، يعني لو جينا مسكنا الروح، يعني شنو توازن الروح وكيف الروح تكون متوازنة؟ طيب، الانسان لما يعمل توازن في الروح، والان يعني في ذكاءات، ذكاء نوعين، ذكاء مكتسب وفي ذكاء فطري. الذكاء الفطري دي عنده قياسات، يعني في ناس يعني مرتفعي الذكاء، في ناس متوسطي الذكاء، في ناس منخفضي الذكاء. لكن بالمقابل في ذكاء مكتسب، الانسان بيكتسبه. فالخبراء او العلماء كونوا او فكروا في 8 ذكاءات انه الانسان يستفيد منها. وبالتالي لقوا 8 دي ما كفايه لتحقيق نجاحات الانسان. يعني ان 8 الاولى كانت بتتكلم عن الذكاء الموسيقي، الذكاء الحسابي، الذكاء الرياضي، 8 ذكاءات، والذكاء الشخصي وهكذا. لقوا انه ما كفايه، فتاني فكروا في 8 ثانية فيها الذكاء العاطفي وفيها الذكاء القيادي وفيها الذكاء الإداري إلى آخره. برضو لقوا ما كفاية ففكروا في 3 أسي الآن عملوا أول ذكاء، هو ذكاء الشارع، اسمه ذكاء الشارع. وأنا دائما بقول لهم في الشرق الأوسط وفي السودان نحن أكثر احتياج لذكاء الشارع، اللي هو كيف أتعامل بالذكاء في الشارع. طيب، نجي للثمانية ذكاءات الثانية، من ضمنها في حاجة اسمها الذكاء الروحي. فالذكاء الروحي ده مهم جدا الانسان يتدرب عليه ويتعلم عشان يعرف كيف يتعامل مع نفسه. اولا حاجه، لما يتعامل مع نفسه بذكاء روحي ممكن يعمل عبادات قليله جدا واجرها بيكون كبير. ولازم يتوازن في حاجات مهمه جدا، يعني في ناس الواحد يعمل حاجه يطلب الرياء، ما يناجي ربه سبحانه وتعالى عشان يديه تحقيق لاهداف. فانت بتهتم بالروح، فده هنا بيكون في توازن روحي، يعني نحن ما نهمل الروح، لأن الروح دي زي ما الجسم بيحتاج لتغذية كذلك الروح بيحتاج لتغذية بصورة مستمرة. فالذكاء الروحي بتمثل في أنه أنا في أشياء معينة لازم أعملها عشان أنا روحي تكون طيبة وممتازة وتقدر تحافظ على التوازن الثلاثي الثاني. نعم، جميل جدا. عموما دكتور، النفس دقيقة جدا وسريعة التأثير بصورة كبيرة، فأحيانا بيقول لك العقل ممكن يكون مسيطر على الروح، وأحيانا الروح والتفكير والتفاصيل الثانية ممكن تكون مسيطرة، أو العاطفة عفوا ممكن تكون مسيطرة على التفكير. كيف نحن نكون متزنين؟ يعني التفكير العقل عنده
العاطفة أيضا عندها دور. فالأشياء دي كلها اللي أنت ذكرتها الرباعية الكل شيء فيها عنده دور بتقوم به، كيف نحن نخليهم متزنين عشان الإنسان برضه يكون متزن يعني في حياته؟ طبعا نحن عشان نتزن في الرباعية دي لازم نتدرب عليها، ولازم نعرف إنه أي رباعية محتاجة لشنو. يعني إحنا لما نقول رباعية بنقصد أربع أشياء داخل أربع أشياء. يعني أنا ذكرت الآن أربعة اللي هو الروح والعاطفة والعقل والجسد. داخل كل واحدة دي في أربعة أشياء، يعني 16 حاجة أنت بتعملها عشان تكون متوازن. طيب كلام كثير جدا بدور بين إنه الناس بتركز على العقل والعاطفة وكذا إلى آخره. يعني نحن أسي الآن أغلب قراراتنا بناخدها يعني بناخدها يعني بنركز عليها وبنحاول يعني ندرسها بالعقل، لكن لما نجي نغرر بنغرر بالعواطف. فده شيء بقى يعني موجود يعني مرات بالإحساس بقول لك أنا حاسي كده حاسي كده وقلبي قال لي كده وأنا والله الموضوع ده وهكذا. وبالتالي هو يعني أنا كيف استثمر العقل؟ عشان كده بيقول لك إنك أنت عشان تستثمر العقل لازم تطوره. فالتطوير ده عنده أربع حاجات إن شاء الله حنذكرها في خلال البرنامج إن شاء الله. طيب لو جينا نتكلم عن تنمية العاطفة بتبدأ من بيتين، وهي أصلا شنو يعني نقصد شنو بتنمية العاطفة وأنميها كيف؟ طيب العواطف هو كل المشاعر أو الأحاسيس أو الأشياء ذات العلاقة بالتواصل مع الذات ومع الآخرين. يعني مثلا من الذكاءات الثمانية اللي كان ذكرتها في ذكاء اسمه الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي ده تعريفه كالآتي، إنك التعامل مع نفسك ومع الآخرين عشان شنو؟ عشان تحقق حاجتين، عشان تحقق السعادة لنفسك وتحقق السعادة للآخرين. يعني ده الذكاء العاطفي. وبالتالي العاطفة دي كل الانفعالات بتكون موجودة فيها، يعني انفعالات الغضب، الحزن، الكره، الحب، كل شيء موجود، وبالتالي محتاجة لإحكام، يعني لا إفراط ولا تفريط. العاطفة بتاعتنا دي لو فكيناها ساكت ممكن تكون لنا ضرر، وإذا بقينا يعني ماخدين أو ضاغطين عليه يعني لا إفراط ولا تفريط، فلازم نكون في اعتدال في كل شيء. يعني حتى الحب، حتى الكراهية، يعني زول حتى لو كره زول ما يكرهه بإفراط. يعني للأسف في ناس الواحد لما يكره زول خلاص يعني بيفتكر إنه أسرار وحاجات كأنها كتاب مفتوح، وده طبعا ما يستغيب. فالإنسان المتوازن يعني دائما بيتحكم في عواطفه، لا إفراط ولا تفريط، وخير الأمور أواسطها. صحيح. جميل دكتور، يعني دائما ممكن تصنف لي هذا الشيء، يعني تحدثت عن الذكاء العاطفي. وأنا أعتقد إنه لازم أي شخص يكون عنده نوع من أنواع الذكاء العاطفي عشان يقدر يتعامل ضروري مع الآخرين. فأحيانا أنت لما تلاقي شخص ما فيلاقيك بابتسامة، فأنت تلقائيا حتى الشخص ده لو أنت أول مرة تلاقيه وما عندكم سابق معرفة فبتلقى روحك ابتسمت وبتقول أنا ارتحت له الشخص ده. صحيح. فبالتالي أنه لقاك بابتسامة. فأحيانا ممكن شخص يلاقيك هو يكون بيعرفك لكن بيلاقيك بشكل ما لطيف وبيكون صار لك وشه، فبالتالي أنت بيحصل حاجز بينك وبينه بإنه فيه. فأحيانا في ناس مهما كانت عليهم الظروف والضغوطات والتفاصيل الحياة المختلفة بيلاقوك بابتسامة، هل هذا ذكاء عاطفي؟ طبعا هو داخل جزء من الذكاء العاطفي، لكن هو عنده يعني منحة تاني عن التفكير الإيجابي. يعني يقول لك الزول اللي بيفكر إيجابيا يعني تفكيره إيجابي عن نفسه وعن الآخرين وعن الأشياء المحيطة به، بالتالي عواطفه بتكون إيجابية. يعني تفكيره إيجابي وطوال العواطف بتاعته بتكون إيجابية، بالتالي انفعالاته بتكون إيجابية، بالتالي سلوكه بيكون إيجابي، بيكون عنده هالة حوله اسم الهالة الإيجابية. انت مما تشوفه تحس انك انت عايز تقرب منه، عايز تتكلم معاه وعايز تتواصل معاه، انت ما بتعرفه لأول مرة، حتى هو ما خدمك، حتى لو ما كان مبتسم، يعني انت بتشعر ان انت قريب من هذا الشخص، يكون عنده قبول بالنسبه يعني لك. عنده قبول بالنسبه لك. ليه؟ لانه تفكيره ايجابي وعواطفه ايجابيه، وبالتالي انفعالاته ايجابيه، سلوكه ايجابي، فبتكون تحاول تكون قريب منه. بنفس المقدار في زول تفكيره سلبي وعواطفه بتبقى سلبيه اوتوماتيكلي وانفعالاته بتبقى سلبيه، الهاله بتاعته بتكون سلبيه، انت ما بتعرفه وما عندك اي رابط معاه، ما حصل أذى يعني سبب لك أذى إلى آخره، لكن مما أشوفه كده تقول والله الزول ده أنا ما حبيته، ما ارتحت له. وكثير بيحصل كده، والعلاقات قاعد تحصل كده، وأحيانا لكل فعل ردة فعل يعني طبعا 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 طبعا. دي ده التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. فنتمنى كل الناس يعني بيشاهدون الآن يعني حاولوا يعني يغرسوا القيم
بتاعت التفكير الإيجابي لأنفسهم وفي أنفسهم ولأولادهم لأسرهم للناس المحيطين بهم عشان يتحول السودان ده ويتحولوا المشاهدين كلهم لناس إيجابيين يعني. إن شاء الله. أنت قلت الناس تتحول لإيجابية. أيوة. طب أنا لو عايز أتحول لإيجابية لكن المجتمع اللي حواليني سلبي، أو زول بيقول لك هي وين الحياة أساسا عشان أكون زول إيجابي؟ أبدأ بشنو عشان أنا أتحول لإنسان تفكيري كله إيجابي، ببعث طاقة إيجابية لكل الناس اللي حواليني؟ طيب نفس النقطة اللي قبل اتكلمنا فيها هي يعني تاني بنقولها بطريقة تانية. طيب. الإنسان دائما ما يبدأ بالآخرين، يعني حتى في على مستوى الأسرة، على مستوى العلاقات الزوجية، على مستوى الأبناء البنات كذا، على مستوى العلاقات الصداقة كذا، ما يبدأ بالآخرين. أنت أبدأ بنفسك، خلي تفكيرك إيجابي. الناس أصلا في ناس ما ممكن يكون تفكيرهم سلبي، ناس زي الموجودين ممكن يكونوا قريبين منك جدا في المحيط بتاعك الأساسي يعني، أو فيري كلوز يعني معاك بيكونوا. أنت فقط فكر في بإيجابية، سلوكه خليه إيجابي، ودائما أي حاجة خليها إيجابية. الإيجابية دي بعد شوية كده بتنتشر، بتنتشر بالهالة دي، فبيحصل تأثير بعد ذلك ممكن يبقى في قبول. لكن أنت لو عايز تقول لزول أنا عايز أصلحك أو عايز أخليك من سلبي لإيجابي، هو بيعتقد إنه السلبية بتاعته دي الإيجابية هي ذاتها، خلاص ده فهمه. من الصعب، لكن المسائل دي يعني في فرق بين التحريك والتفعيل. التحريك إنك أنت تقول لزول كلام وكده واضح يعني، لكن التفعيل تخلي مشاعره براه، تخلي تفكيره براه ويشتغل يعني. انت تعمل له اشياء تخلي تفكيره يشتغل، تخلي مشاعره يشتغل، انفعاله يشتغل، بعدك سلوكه بيتغير اوتوماتيكلي. ودي بتجي بالقدوه وبتجي بالكلمه الطيبه والابتسامه والرقي والايجابيه. صحيح. احيانا تعامل الشخص حتى وان كان الطرف الاخر عاملك بعكس التعامل الحسن اللي انت بتعامله له، تلقائيا المره الاولى المره الثانيه لما يلقى تعاملك معه بطريقه ايجابيه وسمحه وانت بتعامله العكس، فتلقائيا هو بيتغير تجاهك يعني. بالضبط. فبالتالي انا كده بفرض بالضبط ان الايجابيه على الشخص الاخر، فبالتالي ممكن تسود في المجتمع بشكل عام. لكن احيانا في اشخاص انت تكون ايجابي لكن هم يكونوا عايزينك تبقى سلبي، أو يكونوا دايرين حياتك ما يكون فيها اتزان، ما يكون فيها نوع من أنواع الرباعية اللي نحن تكلمنا عنها. الناس دي كيف نحن نقدر نخليهم يجوا في صفنا ويقدروا يتعلموا أنواع الإيجابية ويكون في حياتهم في توازن، فبالتالي ينعكس مباشرة على الآخرين؟ طبعا الكون ده مما تكون أصلا الإيجابية والسلبية موجودة. صحيح. مش الإيجابية والسلبية بس، الشر والخير موجودة. صح. يعني القصة بتاعت أولاد سيدنا آدم عليه السلام وواحد قتل أخوه كذا، ده بيأكد إنه في شر وفي خير. فأصل المسائل دي موجودة موجودة موجودة، ما يعني ما ممكن أصلا تكون منفصلة من المجتمع. صحيح. لكن فقط نحن ندرك، عشان كده في حاجة اسمها الوعي بالذات. الوعي بالذات لأنه الإنسان لما يتواصل مع نفسه يتواصل عبر طريقتين، اللي هو يا العقل الواعي اللي أنا شايفكم وأنتم شايفيني وكذا ديتم الواعي، يا العقل اللاواعي ده بيشتغل أوتوماتيكلي وداخلي بيتحكم في حاجات كثيرة جدا جدا. فنحن عشان نغير الآخرين لازم نكون واعين ومدركين. يعني إنسان أنا بتواصل معه عارفه هو لو قلت له كلام إيجابي حيقول لي كلام سلبي، أنا مدرك لهذا الموضوع وعارف هذا الموضوع، وبالتالي أنا هبدأ أقوم أقوم أقوم. نحن في التنمية البشرية يقول لك الماء ليس أقوى من الصخر ولكن يستطيع أن يسقي بالصخر فقط بالتكرار، وبالتالي نحن لازم نكرر عشان نحاول ننشر الإيجابية ونحاول نحول الناس السلبيين دي لناس إيجابيين. والمسألة دي دائرة مجهود كبير جدا جدا. يعني على سبيل المثال سابقا في السودان كان الشيخ فرح والتكتوك ظهر وكان بيقول كلام يعني رائع ومستند على الدين والقرآن والسنة وكذا. ظهر ذول مضاد للشيخ فرح والتكتوك اسمه الدبزهانة، والدبزهانة ده كان بيكون كلام سلبي، وبالمناسبة الكلام السلبي ده الليلة شغال في السودان. يمد رجلك على قدر لحافك. صح. موت الكثير عيد، الكتر عليه والهموم يتغطى وينوم، يعني هو ده ناشر للسلبية. في ناس صدقوه وللليلة في ناس يقول لك الكلام ده. صحيح. وهو كلام سلبي، فالسلبية ما بتنتهي أصلا. وفي ناس بل يعني بيفتكروا السلبية دي هم مفروض ينشروها، وبالمناسبة على فكرة
هم مبدعين في نشرها. يعني ممكن ينشروا السلبيه ويحاول هو زي ما انتم عايزين تحولوهم من ايجابي من سلبيين لايجابيين، هم كمان دارين يحولوكم من ايجابيين لسلبيين، واعيين للموضوع ده. فالمشكله انه نحن الايجابيين اغلبهم ما بكون واعيين للموضوع ده، لكن السلبيين عارفين رسالتهم واعيين للموضوع ده، عشان كده السلبيه قاعده تنتشر اكثر من الايجابيه. بالضبط كده. بعدين هم ماشيين او بيستندوا على منطق انه ده الواقع كده، انت ما تهرب من الواقع بتاعك. لكن بيقولوا برضه لو انت عايز تغير حياتك، ال 45 دقيقة الأخيرة من يومك أو بالليل قبل ما تنوم هي مسؤولة عن يومك ثاني يوم. صحيح. فنحن دارين نتكلم في الجهة دي عشان لو في مشاهد بيشاهدنا يبدأ يغير حياته من بالليل عشان ثاني يوم يكون اليوم. طيب الحكاية دي هي مربوطة زي ما ذكرت قبل بالعقل اللاواعي. العقل اللاواعي هذا هو ربنا ادانا له، بيخدم الإنسان وبديه طاقة، حتى بديك تفكير، وبيشتغل 24 ساعة، وحتى لو زول حصل له كوما دخلوه عناية مكثفة العقل اللاواعي ده شغل، حتى لو ادوه بنج. بالمناسبة في ناس لما يدون بنج بعد البنج يعني ينتهي بيقولوا كلام، الكلام ده هم بيتجملوا بالعقل اللاواعي ما بيقولوا، لكن بالعقل اللاواعي هو كلام صحيح. صح بقول لك انا هضربته، انا قلت ما هضربه، ده كلام صحيح لانه هو ما قادر يقوله. يعني ما الناس بتتجمل طبعا، الناس بتتجمل ما بتقول الاشياء الحقيقيه، وبالتالي العقل اللاواعي ده بيدعمنا. انا بنصح تدعيما لكلامك ده انه الانسان قبل ما ينوم يحاول ياخذ شريطه كله ويشوف انجز شنو وكذا، لانه نحن عندنا رساله. يعني الانسان ربنا خلقه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا شوف عملت شنو، انجزت شنو، وبالتالي بتحصل برمجة داخلية. وانت نايم العقل اللاواعي بدور الكلام الإيجابي اللي انت قلته. يعني حتى في البرمجة، انا اريد ان اصبح ناجحا، اريد ان اصبح غنيا، انت ممكن تعمل برمجة قبل لحظات من النوم، والعقل اللاواعي بدور الموضوع ده طيلة اليوم. انت لما تقوم اليوم الثاني سلوكياتك كلها بتكون إيجابية، بتكون اتغيرت. وما نقول كلمة لا أرغب أن أكون كذا، العقل اللاواعي ما بيفهم الإيجاب والسلب، بشيل كلمة لا، يعني لا أرغب أن أكون كاذبا، بشيل كلمة لا بتبقى كاذب، وبالتالي نتعامل بالإيجابية. شفت الإيجابية مهمة حتى في برمجة العقل اللاواعي. صحيح. وبالتالي ال 45 دقيقة أو خلينا نقول العشر دقائق قبل النوم مهمة جدا جدا. في ناس طبعا العشر دقائق قبل النوم دي بفكر لي في حاجات كذا صرفية وما مهمة، وبالتالي نفكر في حاجاتنا المهمة عشان تفيدنا في اليوم الثاني. لأن اليوم الثاني انا من غير، لانه العقل اللاواعي ده بيشغلك انت، بخليك انت تشتغل في الاتجاه من غير حتى تفكر، وبالتالي بيقودك لفعل الخير، فعل الاشياء الايجابيه. طيب صحيح. الندم ممكن يكون ملازم للشخص، لانه انا كيف شنو الندم؟ أيوة. بيكون ملازم. صحيح. لشخص على طول، يعني مثلا اليوم اللي سبق انه كان فيه عدد من الاشياء السلبيه. نعم. انا بقوم كل هذه الاشياء السلبيه بصطحبها معي في اليوم التالي. نعم. فبالتالي ممكن اليوم ده برضه يتسم به السلبيه، لانه انا شايله كل السلبيه معي في يوم جديد. كيف انا اقدر اتفاعل بانه اليوم ده لازم يكون افضل من اليوم اللي قبله، وانسى تماما انه ما حصل في اليوم السابق، عشان اقدر اكون متوازن واتسم بالايجابيه. طيب سؤال رائع جدا. شكرا. جدا حقيقه. في الغرب اكتشفوا في 8 حاجات بتسبب الضغط النفسي للانسان. طيب هم قالوا اكتشفوها في الغرب، لكن حنشوف هي مكتشفه وين. الثمانية حاجات دي شنو؟ نحن عندنا حديث وعندنا دعاء بنقراه طوالي، لكن ما مهتمين ليه. هم بيقولوا في الغرب اكتشفوها. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حديث دائما يعني يذكره، ونحن بنذكره لكن ما فاهمين انه دي بتاعت الضغط النفسي. الرسول يقول اعوذ بالله من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. الثمانية ديل بسببوا الضغط النفسي. صحيح. الكلام اللي ذكرتيه ده داخل في الاثنين الاوائل. الرسول يقول اعوذ بالله من الهم والحزن. كل انسان بيفكر في الماضي والماضي ده فيه تاريخ سيء، اذا كان الماضي القريب او الماضي البعيد بيسبب له حزن، ولما يسبب له حزن طوال بيتحول من ذو الايجابي لذو السلبي. واعوذ بالله من الهم والحزن. الهم هو التفكير في المستقبل. يعني هسه نحن ضامنين الليل اليوم ده نطلع من هنا؟ في ظل ضامن؟ ما في. اذا نحن نخطط للمستقبل، لكن يعني ما نشيل هم المستقبل، لأن ربنا كفيل بعباده. وبالتالي في ناس الآن عايشين معانا في حياتنا اليومية، لكن يقول لك يحل الزمان، والله أنا المشكلة القديمة دي دائما أتذكر أندم. وحتى في ناس للأسف من جلد الذات، جلد الذات. حتى في ناس الواحد حتى في العلاقات الزوجية. صحيح. يقول والله انا لو خيروني ما كنت بتزوج زوجتي. وده طبعا يعني شيء خلاص رفعت الاغلام وجفت الصحف. هي زوجتك خلاص. صحيح. يعني انت حتى ما تندم على حاجه انت فعلتها في الماضي، يا الحاضر يا المستقبل. ففي ناس في الماضي
تحصل لهم بعض الأشياء السلبية تأرقهم وتأثر على نجاحاتهم في الحاضر. نحن عموما شعب بنعيش على ذكريات الماضي، ما ينفع عموما يعني في كل نستفيد من التجارب، ما في مشكلة. ما كل الذكريات يا فاطمة تكون ينفع نعيش عليها، ما هو فعلا كده، لكن مين اللي بيغني على الشعب كده؟ نستفيد من التجارب الإيجابية، السلبية طبعا نتركها، لأنه مهما تألمنا ما بنقدر نغير حاجة، ما بيقى ماضي خلاص. طيب بيتأثروا بالماضي وبيضغطوا نفسهم وبيجلدوا ذاتهم وبيعذبوا نفسهم وما بيقدروا يعيشوا حياتهم متوازنة في الحاضر ولا في المستقبل. طيب ما نتكلم عن آلية تقبل الماضي، أنا كيف أتقبل الماضي بتاعي وأسامح روحي عشان أنتقل لنقطة جديدة؟ أصلاً بالتوازن اللي ذكرناه ده أنت بتتقابل، يعني بتتقبل الماضي بتاعك، العواطف ذايد العقل ذايد الروح ذايد كده، واهتمامك بنفسك وانك انت عندك مستقبل. انت لو بتقدر تغير الماضي فكر فيه، لكن انا حاجة ما بقدر اغيرها وحاجة ما بقدر انا يعني اغير نتيجتها. طيب انا انشغل بالي، يعني انشغالي ليه بيكون نقص في التفكير، انا حقه افكر بذكاء مش افكر بحاجة غير ذكاء. لازم افكر بذكاء، الماضي انتهى، في تجربة انا مرت بيها، تجربة كانت مؤلمة او تجربة سعيدة أو أي نوع من التجارب، أنا أستفيد منها في الحاضر وطوالي أشوف المستقبل. لكن في ناس بتغرق في الماضي حتى صحيح. الآن يعني يكون عايش في 2022 وهو لسه بيفكر في الثمانينات والسبعينات والخمسينات حتى وكذا، ويحلل زمان والكلام ده كله انتهى، ناخد بس التجارب فقط. صح كلام جميل. أنا ذكرت قبل قليل دكتور بأنه النفس عموما دقيقة جدا وسريعة التأثير. صحيح. سريعة التأثير بمعنى أنه مثلا أنا ألقى في أشخاص حواليني ممكن يملوني طاقة سلبية، يملوني إحباط، أنا أكون إنسان متفائل جدا، إنسان طموح، إنسان حاب أحقق الممكن والمستحيل في حياتي. نعم. لكن الناس اللي ممكن يكونوا محيطين بي هم ناس دايما بيملوني سلبية بأنك أنت ما حتقدري تعملي الحاجة دي، وأنه الحاجة دي صعبة وممكن يحصل لك ويحصل لك ويحصل لك. الحياة أو الإنسان وتأثيره الكبير بالبيئة المحيطة له، كيف أنا أقدر أفصل نفسي وما أكون أتأثر بسرعة زي ما تقولوا، أخلي ممكن أسمح كلام الناس السلبي ده لكن ما أطبقه في حياتي بشكل سريع. في حاجة اسمها التخطيط الاستراتيجي الشخصي. طيب. ودي دورات الآن بتقدم في السودان مجانا خدمة للسودانيين كلهم. يا الزول لما ياخذ دورة التخطيط الاستراتيجي الشخصي بيقدر يحقق، او اقصد يقدر يخطط لثمانية جوانب، في الجانب العائلي، الجانب المالي، الجانب المهني، كل الجوانب، عجلة الحياة الثمانية. انا لما اكون واعي لذاتي وعارف هدفي وعايز احقق هدفي فقط، اي كلام محيط ما بأثر علي الا لو انا بقيت ضعيف. يعني حتى في ناس يتكلموا يقول لك مثلا والله زول ده عمله لي عمل ما غر، انا لو ما ضعفت العمل ده ذاته ما بيمشي فيني. صح. لو ما سمحت له، انا لو ما سمحت له. كل ما انت بقيت قوي، كل ما كان يعني علاقتك بالله سبحانه وتعالى قويه، كل ما انت استطعت انك انت الاشياء المحيطه بك دي اصلا ما تاثر عليك. لكن طبعا في ناس الواحد يعني يكون عنده عدم ثقه في نفسه ومتردد، وبالتالي المحيطين يتكلموا، المحيطين بيو يتكلموا عن الحق، انت ما بتقدر عليك، الله هو الهم اسف شنو، وانت يعني تفكيرك ده انت احسن من الناس اللي قدامك ديل، ممكن اكون احسن من الناس اللي قدامي، واي نوت ليه يعني. صح. فبالتالي بيحبطوك لانهم هم محيطين ماخذين دكتوراه في كيفيه التاثير السلبي على الاخرين. بالضبط بالضبط. صحيح. يعني في اشياء نحن لازم، يعني عندنا في السودان في دكتور اسمه قريب محمد راجع، لو الناس سمعوا عنه، الناس سمعوا عنه، معروف، كان غفير في جامعه ام دوران الاسلاميه، بدأ الدراسة وعمره 46 سنة، نادر الدكتور البكالوريوس والماجستير، وكان عميد كلية التربية في نفس الجامعة، في جامعة الأمة الإسلامية. الحوالين كانوا محبطين، أنت ذول عمرك 46 سنة تربي أولادك ولا تقرأ، أنت ما عارف، انتهى بأنه هو نير تو بي بروفيسور. يا سلام. خلاص ذول عنده طموح، ما سمع للناس المحيطين، كان ممكن يسمع عليهم ويكون في القاع وما يحقق أي هدف. فكل ذول سلبي أنت حاول حدد علاقتك معه. يعني لو ما حددت علاقتك معه وانت كنت ضعيف وبتنساب ليه وما بتقدر تقول لا في الوقت المناسب، وممكن يستوعبك وانت تتحول من زول ايجابي لزول سلبي وما تتحقق اي حاجه. صح. استنادا لكلام فاطمه، بيقولوا اي حاجه سلبيه او اي حاجه ايجابيه بتحصل لنا هي انعكاس لفكره جوانا احنا اطلقناها بوعي او بدون وعي. بالضبط. احنا عايزين نتكلم عليه
حتة الأفكار ذاتها، أنا كيف أبدأ أعالج أفكاري، كيف أبدأ أصلح أفكاري عشان الحاجات اللي حواليني تبقى انعكاسات بتناسب حياتي اللي أنا عايزة. طبعا حتة الأفكار دي مهمة جدا إنك أنت تغير أفكارك، لأنه بقول لك تفكيرنا يحدد مصيرنا. صحيح. فكر أنت قوي، فكر أنت متوازن، فكر أنت رائع، فكر إنه ربنا خلقك لمهمة يعني رائعة ومتميزة، ما تجلد ذاتك. في ناس بهينوا ذاتهم، بهينوا نفسهم، بيشعر بالدونية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عايشة في الوعي بتاع الضحية دائما 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 هو المضطهد، دائما هو الناقص، دائما هو اللي ما بيقدر. فده مرض نفسي بالمناسبة. مرض ولا تربية يا دكتور؟ التربية بتنتقل لمرض. يعني هي بتبدأ بالتربية. يعني مثلا الآباء بيأثروا على أبنائهم بعدم الثقة، يعني غرس الثقة مما هم صغر يعني. تمام. فلما هو يقوم يعني دائما بيقوم معتمد على الآخرين، بيقوم ما عنده ثقة، وبالتالي بتتحول لأشبه بمرض يعني. وضحت الفكرة؟ فبالتالي هم يعني الآباء لازم يراعوا إنه يدوا ثقة لأولادهم، يدوا مساحات على سنهم ينجزوا بعض الإنجازات المهمة، يجربوهم حتى لو ممكن يخطئوا يغلطوا ويعدلوا لهم وكذا. قبل ما نمشي حتة الآباء دي دقيقة بس، إنه في يعني دائما في اباء او امهات بيسقطوا ما تم اسقاطه عليهم، يعني بقول لك احنا زمان تربينا كده والحاجه دي هذه نفعتنا. الوعي بتاعهم بقى على انه دي التربيه الصح ودي التربيه السليمه، فنحن كيف نوجه لهم رساله انه الحاجات اللي كانت في زمانكم ناسبتكم ما بتناسب الزمن الاسي؟ ده شيء ما صحيح طبعا. اسي الان التربيه بقت بالحوار، بقت بالصداقه، والرسول صلى الله عليه وسلم حط لنا منهج منهج واضح. يعني الطفل نلاعبه ونداعبه في 7 سنوات الاولى، ونغلظ عليه أو مش نغلظ عليه بالضبط كده، لكن يعني نحاول نراقبه في 7 الثانية ونصادقه في 7 الثالثة لحد 21 سنة، ونترك له بعد الحبل على الغارب. دي أحسن تربية. يعني إحنا لو دربينا كده ما بتكون في مشكلة، لكن في الصغر يكون في إجراءات. أي زول عنده يعني مثلا حاجة أسقطت عليه يسقط على الآخرين، يعني مثلا في حياته مر ببعض التجارب، مر ببعض الأشياء يسقط على الآخرين، فدي تربية سيئة. نحن نتمنى أنه الناس يغيروها حتى أنه يكون في توازن في التربية. نتمنى ذلك. ختاما دكتور، والله الحديث شيق وممتع واستفدنا منك كثير. نتمنى أنه برضو السادة المشاهدين يكونوا استفادوا. وخلينا ندي رسالة سريعة كده لكل الناس اللي بتتابعنا، وكيف الناس تقدر يعني تتسم بالتوازن الإنساني في حياته بشكل عام. طيب أنا والله أتمنى كل الناس اللي بيشاهدون الآن يعني يتوازنوا بين روحهم وعواطفهم وجسدهم، ويعني حتى في عقلهم. يعني فالمسائل الأربعة ديل بيخلوا إنه الإنسان يكون متوازن في حياته ويقدر يحقق إنجازاته. أي واحدة من ديل بتأثر على الثانية، وإذا يعني ركزنا على واحدة دون الثانية بيكون ما في توازن، وبالتالي بيكون في توازن، بيكون في إنجازات، بتكون في تحقيقات في الحياة. نتمنى إنه الناس يطبقوا ما ذكرناه إن شاء الله، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. وأنا سعيد بهذه الغناء الرائعة، وسعيد بكم يعني بهذا اللقاء، وإن شاء الله نشوفكم في لقاءات ثانية. نحن سعيدين، نحن سعيدين أكثر. شكرا لك. شكرا. فاطمة أنت طاقة إيجابية بالمناسبة. شكرا. يديك العافية إن شاء الله. أتمنى ذلك إن شاء الله. مشاهدينا فاصل ونرجع نواصل فقراتنا في مساء جديد.